شروق، هذه التصريحات جاءت على لسان حاكم مقاطعة كورسك الذي اتهم القوات الأوكرانية بقصف مقاطعة كورسك وبضبط استهداف محطة لتوليد الكهرباء. حاكم مقاطعة كورسك أكد بأن بعد هذا القصف تعرضت المحطة لبعض الأضرار ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء من مقاطعة كورسك، وبأن هذا القصف لم يؤدي إلى إصابات في الصفوف البشرية سواء في صفوف العاملين داخل محطة توليد الكهرباء أو المدنيين الذين يقطنون بالقرب من هذه المحطة. حاكم مقاطعة كورسك لم يتحدث بشكل مفصل عن السلاح الذي استعملته القوات الأوكرانية في قصف هذه المحطة، سواء كان هذا السلاح عبارة عن طائرات مسيرة أو صواريخ بعيدة المدى تستعملها القوات الأوكرانية في توجيه ضربات تستهدف العمق الروسي. أيضا هناك تطور يوسف فيما يخص تحذيرات روسيا لحلف شمال الأطلسي بخصوص تقديم الدعم لأوكرانيا. هذه التحذيرات جاءت ردا على تصريحات للأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الذي أكد أن الحلف يدرس تزويد الجانب الأوكراني بمنظومات دفاع جوي، وأيضا تصريحات للبنتاغون الذي أكد من خلالها أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية تزويد الجيش الأوكراني بأنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت. بعد هذه التصريحات رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأن الغرب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في حال ما إذا قاموا بتزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي باتريوت وإرسال الخبراء العسكريين من حلف شمال الأطلسي للإشراف على هذه المنظومة الجوية فستكون هذه الأسلحة هدفا مشروعا بالنسبة للجيش الروسي. ليست هي بالمناسبة المرة الأولى التي تهدد وتحذر فيها موسكو القوى الغربية من مغبة إرسال أسلحة متطورة أو إرسال ما يصفهم الجانب الروسي بالخبراء من طرف حلف شمال الأطلسي الذين يشرفون على بعض العمليات العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.